هل تعلم أن روسيا أكبر دولة في العالم من حيث المساحة؟ ستواجه منتخبات الاثنين والثلاثين المشاركة في المونديال تحدياً إضافياً هو المسافات، وستقام البطولة في الجانب الغربي من روسيا حيث تم اختيار 11 مدينة لاستضافة المباريات، ومع ذلك ستقطع المنتخبات المشاركة آلاف الكيلومترات خلال خوض المباريات. ولتوضيح ذلك نجد أن المسافة بين كالينينغراد في أقصى الغرب وإيكاترينبرغ في أقصى شرق تلك المنطقة هي 2481 كيلومترا، وكذلك المسافة بين سان بطرسبرغ في الشمال إلى سوتشي في الجنوب 1946 كيلومترا. اختارت معظم المنتخبات المشاركة في المونديال موسكو ومحيطها لإقامة معسكراتها مثل الأرجنتين وألمانيا وبلجيكا وفرنسا. وفي سان بطرسبرغ منتخبات مثل السعودية وإنجلترا وكوريا الجنوبية وكوستاريكا. أما في الجنوب نجد البرازيل وبولندا في سوتشي، وإسبانيا والدنمارك والسويد في كراسنودار، بينما اختارت منتخبات مثل اليابان وكولومبيا وأستراليا منطقة الوسط مثل كازان. ولكن ما هو المنتخب الذي سيقطع أطول مسافة خلال دور المجموعات؟ سنجد المنتخب المصري سيقطع أطول مسافة في تنقلاته بدور المجموعات بواقع 9117 كيلومترا، بينما يقطع منتخب كولومبيا 1204 كيلومترا. ورغم المسافات سيتطلع كل منتخب بعد دور المجموعات لأن يقطع أطول مسافة في روسيا، لأنه كلما زادت المسافة كلما زاد اقترابه من الوصول النهائي.